في قطاع العدالة دشن وزير العدل الحافظ الأختام الطيب لوح محكمتين جديدتين، الأولى بالمسيلة والثانية بحمام الضلعة التي جاء إنجازهما وفقا للمقاييس العصرنة والتي تستجيب لاحتياجات المواطنين. يأتي ذلك ضمن إصلاح قطاع العدالة وتزويد القضاء بهياكل لائقة. من جهة أخرى، حمل وزير العدل الطيب لوح مسؤولية قضايا العقار المتنازع عليها والتي أرقت القضاء بشكل واسع إلى سوء تسيير القطاعات الأخرى التي لا يتحمل مسؤوليتها. النزاعات على القطاعات القطع الأرضية المعنية لا تصل إلى القضاء. عندما يقع مسح الأراضي ونتقدم فيه كدست، معنى ذلك الوضوح في النزاعات تقل. مش كل واحد يجي يقول لك هذه أرضي، وبالتالي نمشيو للمحكمة، نمشيو للقضاء. عندما تضبط بلاك الدولة بوضوح بعقود وعن طريق المسح، فإن النزاعات في الإداري بين المواطن والإدارة تقل. أما فيما يتعلق بالنزاعات على القطاع الأرضي، كذا طيب